قناة الأهلي فاروق صلاح يطمننا على الفريق في مقر الإقامة قبل التحرك لملعب براء، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مساء الخير يا فاروق. كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، برحب بك يا كابتن ايمن، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات الدوري المصري، المباراه اللي هتجمع النهارده ما بين فريق النادي الاهلي وفريق بيراميدز ضمن مباريات الجوله ال 14 او الجوله المؤجله من الاسبوع ال 14 لدوري رابطه الانديه المحترفه. المباراه اللي هتقام طبعا وهتنطلق في تمام الساعه 9 على استاد القاهره الدولي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه صعبه، مباراه قويه جدا بتجمع ما بين الاهلي وفريق بيراميدز منافس النادي الاهلي هذا الموسم على درع الدوري. طبعا خليني اقول لك طبعا يا كابتن ايمن، احنا موجودين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه اللي انطلقت يعني من على مدار اليومين الماضيين بعد طبعا الانتصار والفوز على فريق طلاع الجيش في المباراه الاخيره بهدفين مقابل لا شيء. مستر مارسيل كولر وضع يعني منح اللاعبين راحه لمده 24 ساعه، ثم استأنف الفريق تدريباته امس واول امس على ملعب مختار التيتش. قبل يعني انطلاق التدريب الاول، مستر مارسيل كولر عقد محاضره مع اللاعبين، اتكلم على اهميه مباراه بيراميدز، واكد على ان فرصه فريق بيراميدز حلم كبير ليه هذا الموسم، وعنده مدرب مميز، عنده مجموعه من اللعيبه المميزه، مباراه صعبه جدا، اكد على صعوبه هذه المباراه، واكد على اللاعبين ضروري تجنب الاخطاء اللي وقع فيها الفريق في مباراه طلائع الجيش. اكد مستر مارسيل كولر على ان الشوط الاول من مباراه طلائع الجيش يعني النادي الاهلي اهدر كم كبير جدا من الفرص، طالب اللعيبه باستغلال الفرص منذ الدقيقه الاولى يعني من اول دقائق اللقاء، طالب اللعيبه بضروري استغلال انصاف الفرص. قال ان هذه المباريات بتحسم على تفاصيل بسيطه خاصة لما بتكون بتلعب الفريق اللي بينافسك على بطولة الدوري. ثم انطلق المران، طبعا المران شهد عودة بيرستاو اللي شارك في المران الجماعي، أيضا محمود عبد المنعم كهربا، طبعا اللي مستر مارسيل كولر فضل إن هم ما يدخلوش القائمة في هذه المباراة طبعا، وإن شاء الله من بعد مباراة بيراميدز يبدأ بيرستاو ويبدأ كهربا نشوفهم في قائمة الفريق لهذه المباراة القادمة سواء مباراة فيوتشر أو مباراة فريق الألومنيوم في كأس مصر. عايز أقول لك إن انطلق المران الحالة اللي عليها لعيبه النادي الاهلي ويعني الوجوه والاحساس اللاعبين باهميه هذه المباراه. ثم اختتم الفريق بالامس تدريباته على ملعب مختار التيتش، يعني مستر مارسيل كولر كلام واحاديث مهمه جدا مع اللاعبين، قال لهم في جمهور كتير هيبقى موجود في هذه المباراه، عايزين نفرح الجمهور، عايزين نظهر بشكل مميز، عايزين نحافظ على سلسله الانتصارات في الفتره الاخيره. جديه وحماس كانت في المرام بالامس، الجميع بيتسابق طبعا. مستر مارسيل كولر ما عنده يعني حيره من اختيار ال 11 لاعب اللي يدخل بيهم التشكيل في هذه المباراه، لكن التركيز اللي عند اللاعبين اي 11 لاعب يكون موجود في ان شاء الله في يعني الملعب استاد القاهره الدولي ان شاء الله قادرين على تحقيق الانتصار في هذه المباراه. عقب المران الفريق دخل طبعا في معسكر مغلق بقائمه بتضم 21 لاعب لهذه المباراه في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. عايز اقربك ايضا من فريق بيراميدز، يعني فريق بيراميدز على مدار الايام الماضيه المدير الفني الكرواتي يوريتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، اكد على صعوبه المواجهه ايضا، وفريق النادي الاهلي بيمتلك عناصر مميزه جدا في الخط الهجومي الخط الدفاعي، وقال مفاتيح لعب النادي الاهلي مفاتيح مميزه جدا، اتكلم مع اللعيبه على ان دي فرصه انك يعني تقدر تقتل او تنهي امال النادي الاهلي بالفوز، ان انت تحقق الفوز على الاهلي يعني بتبعد النادي الاهلي على البطوله، وتقدر تدي لك يعني اسبقيه وافضليه في درع الدوري. تقدر تقول من ملامح التدريب الاخير لفريق بيراميدز تشكيل لفريق بيراميدز مش يعني بنسبه 99% يكون احمد الشناوي في حراسه المرمى، طبعا في قلبي الدفاع محمود مرعي واحمد سامي، في الشمال محمد حمدي، وفي اليمين محمد الشيبي، في منتصف الملعب هيكون عندي وعنده ثلاثي يعني بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكارتي، قدامهم مثلث هجومي مكون من فخر لقاي، مصطفى فتحي، ومافيستن مايلي. ده التشكيل اللي تقدر تقول من التدريب الاخير لفريق بيراميدز يقدر يلعب بيه هذه المباراه. اكد طبعا يا كابتن ايمن ان المباراه طبعا طبعا
بطاقم تحكيم او بصافره اسبانيه هي من تدير احداث هذا اللقاء. النادي الاهلي يوم النهارده كان يوم الاعتيادي، تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 11، ثم كان في طبعا فتره التدريب الخفيف في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ادى اللاعبون صلاه الجمعه بمقر اقامه فريق النادي الاهلي، ثم طبعا كان في وجبه الغداء للاعبين في تمام الساعه 5، ثم المحاضره الفنيه المستر مارسيل كولر اللي اكد على امر مهم جدا، اكد على اللاعبين وعلى ضروره يعني تجنب الاخطاء في هذه المباراه، اتكلم على الحماس، عنده رساله مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي بياكد عليها مستر مارسيل كولر في الايام الماضيه، ودي الرساله اللي بيقولها لجمهور النادي الاهلي، عايز ان الجمهور يكون موجود في كل المباريات، مش عايز اوصل للعيبه ان في ماتش سهل وفي ماتش صعب، شاف ان عدد الجماهير في المباراه الاخيره ما كانش العدد اللي كافي، بياكد على الجمهور لازم توصله للعيبه ان كل المباريات اللي جايه مباريات صعبه جدا، لازم زي ما احنا بنقول للعيبه يكون عندهم ثبات في المستوى، لازم الجمهور هو كمان يدي للعيبه ان كل المباريات صعبه. ان شاء الله جمهور النادي الاهلي النهارده يعمل ملحمه ويرسم شكل جميل جدا في ارض في ملعب واستاد القاهره الدولي، ومن خلال الجمهور من خلال 11 لاعب والجهاز الفني ان شاء الله نحقق الانتصار على فريق بيراميدز في هذه المباراه. كابتن ايمن، دي كانت كل الكواليس الخاصه بالنادي الاهلي الخاصه بفريق بيراميدز، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، نحقق الانتصار في هذه المباراه ويبقى 3 نقاط ان شاء الله يضافوا لرصيد النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.